بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف ننشئ أول صفحة لنا باستخدام الـ HTML. في البداية، تعال نتعرف على العناصر أو التاجات الموجودة في تأسيس أي صفحة. أول عنصر عندي هو الـ Doc Type. الـ Doc Type لو اطلعنا على طريقة بناء الـ Doc Type، في تحت تلاقي في عندك Angle Bracket، إشارة الأصغر وإشارة الأكبر، وفي عندك علامة التعجب، وفي عندك doc type HTML. إيش الهدف من هذا الأمر؟ الهدف من هذا الأمر إنه أنت بتحكي له إنك أنت قاعد بتبني صفحة باستخدام الـ HTML 5. يعني في عندنا HTML 1 و 2 و 3 و 4 و 5، بحكي لك في إصدارات من الـ HTML. آخر إصدار هو HTML 5. إن شاء الله خلال الدورة رح نشرح الـ HTML 5 وأكيد طبعاً الإصدارات السابقة. فأنا هسه قاعد بفهم البراوزر إنه أنا راح أشتغل HTML 5. بعد هيك بيجي عندنا العنصر الأساسي هو HTML. في عندنا بداية التاج وفي عندنا نهاية التاج HTML، وهي نهاية HTML. انتبهت إنه في عندنا هون language يساوي double quotation English، يعني إنه هاي الصفحة راح تكون باللغة الإنجليزية. موضوع language لا تركز هسه عليه، رح نشرحه إن شاء الله بشكل منفصل في المحاضرات القادمة. بعد ما عرفنا إنه في عنا عنصر HTML هو بداية كتابة الصفحة، يعني لازم أول إشي تعمل Open HTML Tag و Closing HTML Tag. بعد هيك رح تنقسم الصفحة عندنا لجزئين. أول جزء هو الهيد. الهيد بكل بساطة هو عبارة عن Configuration للصفحة. إيش يعني Configuration؟ يعني نحكي إعدادات، تمام؟ أول إشي رح أعلمك إياه في هاي الهيد شغلة اسمها تايتل. عندنا open tag title و closing tag title، وداخلها في كلمة اسمها هوم. ايش معنى هذا الكلام؟ لو فتحت هسه اي صفحة راح تلاقي انه في عندك عنوان على كل تاب، فالتايتل هي العنوان الخاصة في التاب، هاي نسميه احنا تاب. طبعا اكيد في الهيد في عندنا كثير عناصر راح نشرحها كلها ان شاء الله لكن خلال الدورة. القسم الثاني هو البادي. البادي هو هيكون محتوى الصفحة. على سبيل المثال أنا علمتك الباراجراف. في عندنا هون open tag paragraph و closing tag paragraph، وفي عندنا هون content المحتوى. وين راح تظهر هاي الفقرة؟ راح تظهر في البادي. البادي يعني جسم الصفحة، وهي احنا نسميها باراجراف. أتمنى كانت الأفكار واضحة. زي ما اتفقنا دائما أنا بشرح presentation بعدين بنطبق على الكود. أكيد إنه هاي أول مرة راح نطبق مع بعض كود HTML، فلازم أفهمك بعض النقاط المهمة. لما تيجي تنشئ مشروعك، لا تنشئ مشروعك على الديسكتوب أو على الداونلود أو على الدوكومنت أو على البيكتر. طب وين أحط مشروعي؟ بتروح على البارتيشن اللي اسمه سي أو دي أو إي أو إف، على حسب التسمية اللي أنت مسميها عندك. البارتيشن إيش يعني بارتيشن؟ خلينا نحكي الأقراص اللي بتكون نقسم أنت فيها الهارد ديسك. بيكون قسم الهارد ديسك لعدة أقسام دائما متعارف عليه في أجهزة الويندوز، إنه بيكون في عندك سي، ممكن يكون عندك جمبو دي اف. الموضوع بيرجع لك في التسميات او كيف تم تقسيم الهارد ديسك. في أجهزة الماك ما في عندنا مشكلة في اي مكان. في نقطة مهمة، اذا انت مش عارف شو يعني هارد ديسك وش يعني رام، في عندنا قائمة على القناة بنشرح فيها مقدمة في تكنولوجيا المعلومات، وبنشرح هاي النقاط بشكل مفصل. شو راح نسوي؟ راح ننشئ فولدر اسمه HTML، ممكن تنشئه داخل السي او داخل الدي، موضوع يرجع له. بعد هيك داخل الـ HTML راح ننشئ كمان فولدر ونسميه مثلا Listen 1. داخل الفولدر اسمه Listen 1 يعني الدرس الأول، راح يكون في عندنا ملفات الدرس. هنشئ مرة ثانية فولدر اسمه Listen 2، هاي في المحاضرة القادمة، هتلاقي جواتها برضه ملفات الدرس. يعني كل درس بشرح لك إياه راح يكون له فولدر وجواته ملفات الخاصة بهذا الفولدر. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعالوا نطبق هاي الفكرة مع بعض. هسا أنا أنشأت فولدر اسمه HTML، داخل هذا الفولدر راح أنشئ كمان الفولدر، راح أسوي رينيم لهذا الفولدر وأحكي له مثلا هذا الدرس رقمه، هاي هاشتاج رقمه 7 في الدورة. بعدين نعمل داش، بكتب اسم الدرس build HTML، هاي داش HTML. بعدين بسوي انتر. طيب ممتاز، كيف بدي أفتح هذا الفولدر داخلي في جوال ستوديو كود؟ بكل بساطة خلينا نفتح Visual Studio Code. بعد ما فتحنا Visual Studio Code بدنا نفتح الفولدر الخاص بالHTML. File، بعمل Open Folder، وروح على مكان التخزين Front End Course، وهي الHTML.
ليه ما اخترت مثلا الدرس السابع؟ فبدي اختار الفولدر HTML لانه كل درس راح اضيف لك كل الدروس داخل فولدر اسمه HTML، وحتى في الكود راح تلاقيه مرفوع استخدام فولدر اسمه HTML. ان شاء الله في المحاضرة القادمة راح اعلمك كيف تسحب الكود بشكل كامل. هنختار HTML وهي open. انا هون في عندي الدرس السابع build HTML. اول اشي في عندي الاكسبلور. اكسبلور هو بكل بساطة هو خلينا نحكي بيستعرض لك الملفات والفولدرات داخل مشروعك. في عندي هون سهم بحكي لي اني هاو الفولدر فاضي. كيف بدي انشئ ملف؟ تقدر تعمل من هون نيو فايل. خلينا نكتب مثلا index.html. اول شغله ليه حطيت انا .html؟ موضوع بكل بساطه، لو اعطيتك هسه ملف تكست، كيف بتعرف انه هذا الملف تكست من الامتداد الخاص فيه؟ راح تلاقي .txt صح. مثال ثاني، لو اعطيتك هسه مثلا ملف PDF، كيف راح تعرف انه هذا ملف PDF؟ راح تلاقي .pdf صح. فال HTML ترمز انه الملف في الاندكس هذا هو عباره عن HTML، حتى هو عمل لي HTML 5. اول اشي راح اكتب انا الدوك تايب، اشارتي الاصغر، بعدين علامه التعجب. كيف بدي اكتب علامه التعجب؟ شفت مع رقم واحد، بعدين قاعد بيكمل لحاله بحكي لي بدك تكتب دوك تايب، بحكي له اه، وهي كتب لي دوك تايب HTML، وهيك فهمته اني انا بدي اشتغل HTML 5. بعد هيك بده يكون في عندي HTML، دائما بكتب إشارة الانجل براكت وإشارة الأصغر هاي HTML، بعدين بسكرها بهالطريقة. انتبهت على شغلة؟ أول ما سكرت الأوبن تاج تلقائية للـ HTML كلوزنج تاج انكتبت لحالها. أرجع أوريك إياها، طلع كيف إشارة الأصغر HTML وهي كلوز مباشرة سكت لحالها. طب في طريقة كمان أحسن؟ في طريقة كمان أحسن، بس أكتب التاج اللي بدك إياه HTML مباشرة، رح يكتب لك إشارة الأصغر وإشارة الأكبر. طيب ممتاز، حكينا إنه في عندنا هون شغلة اسمها language. اللانجوج شو الهدف منها؟ شو اللغة اللي بتكون داخل الصفحة؟ حتكون عندي English. اتفقنا إنه رح يكون في عندنا جزئين داخل HTML. أول جزء عندي يا الهيد. داخل الهيد تعلمنا انه في خاصية اسمها تايتل. بدي اكتب مثلا هنا صفحة الهوم. طيب حلو، هيك احنا خلصنا جزء الهيد. حكينا انه الهيد متعلق في الكونفيجريشن الخاصة بالصفحة. متأكد انك قاعد تطلع انت هسا على فيجوال ستوديو كود وشايف في كثير اشياء انت مش عارفها. شوي شوي خلال الدورة كل مرة راح اشرح لك جزء معين داخل فيجوال ستوديو كود. يعني هسا احنا اليوم تعلمنا اللي هو الاكسبلور، بقدر اسكره من هون وبقدر ارجع افتحه لما اكبس مره ثانيه على الفايل. بهالطريقه تعلمت كيف انشئ ملف باستخدام هذا الاختصار من هون نيو فايل. بعد هيك تعال هسه نتعلم البادي. هاي بادي حكينا انه البادي خاص بجسم الصفحه. في عندي باراجراف، بدي احكي مثلا هون اختصار ال HTML هو هايبر تكست ماركر لانجوج. هسا في نقطة مهمة، بعد ما أنشأت هاي الصفحة، أول إشي في اختصارات ممكن تنشئ لك هاي الصفحة بشكل كامل، لك راح أعلمك إياها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. هدف هسا إنك تكتب الكود بإيدك وتتعلم وما نكتب اختصارات كثير. في نقطة هسا مهمة، أول إشي لو انتبهت فوق إنه في عندي أنا هون index.html وفي عندي هون شو؟ دائرة بيضة. إيش يعني الدائرة البيضة؟ إنه هذا الملف ما تمش حفظه. طيب كيف بدي أسجل في هذا الملف؟ فقط بتعمل Ctrl S في أجهزة الويندوز، في أجهزة الماك بتعمل Command S، وهيك تم تسييف الملف. هسا هاي نقطة جدا مهمة. بعد هيك بدنا نعمل هسا عملية الرن. كيف بدي أسوي عملية الرن؟ أهم نقطة تكون حاضر فيديو المتعلق في الإكستنشن فيجوال ستوديو كود. نزلنا كثير إكستنشن متعلقة في عملية الرن، من ضمنها الجو لايف، هتلاقيها تحت. لو طلعنا تحت في عندي شوية معلومات بسيطة، بحكي لي انت شغال هسا على ملف HTML وفي عندك هون الجو لايف. الجو لايف بحكي لك تعال اشغل لك هاي الصفحة، بحكي له يلا تعال يشغلها، واكبس على الجو لايف. اول اشي طلع لي فولدر اسمه هاشتاج 7 بيل HTML. ليش ما وراني الصفحة بشكل مباشر؟ لاني انا هنا بداخل فولدر HTML، لكن لو كنت داخل فولدر
البيلد HTML كوراني مباشرة الصفحة. لو كبست هسه على البيلد HTML حيوريني الهايبر تكست ماركب لانجوج. كيف حاب تحل هاي المشكلة؟ بكل بساطة لا تفتح الHTML وافتح الفولدر مباشرة. حتحكي لي كيف. هنروح على الفايل بعدين بعمل كلوز فولدر، بسكر الفولدر كلوز فولدر. بعدين بروح على الفايل وبعمل اوبن فولدر. بعدين بروح على مكان التخزين هو بيلد HTML وبفتح نفس الفولدر، ما فتحت الHTML وهي اوبن. بعد هيك شو بسوي؟ مباشرة بفتح الاندكس HTML. مهم جدا بتفتح الاندكس عشان تعمل run. بعد هيك بتعمل go live. هي فتح لي الصفحة بشكل مباشر. لكن ان شاء الله خلال الدورة انا راح اعتمد الطريقة الاولى، وكل ما اجي افتح مثلا الصفحة بكبس على الفولدر. اتمنى كانت افكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. يعطيكم العافية.